بحب اتفرج عليها ميرا واسئلتها الكتيره، وفي برنامج معين بتاع رسومات ببرنامج سلسليكو، وبحب هيا نرسم وميرا واسئلتها الكتيره. بحب اتفرج على تيجو بوكس وسلسليكو. انا بحب اتفرج على ترانيم كوجي كتير، وبحب ميرا واسئلتها الكتيره. بحب برنامج سلسليكو وهيا نرسم، ميرا واسئلتها الكتيره، وبحب ميرا واسئلتها الكتير، وبحب برنامج هيا نرسم. بحب برنامج سلسليكو، وبحب تاتا وبقسماتا، وبحب ترانيم كوجي جدا. كل سنه طيب يا كوجي. كل سنه وانت طيب يا كوجي. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كوجي. بقول لكوجي كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا كوجي. كل سنه وانت طيب يا كوجي. بقول لكوجي كل سنه وانت طيب يا كوجي. 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 كل سنه وانت كوجي لكن جوري. 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 وكوجي لكن جوري. كوجي 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 فلوسر. 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 وانتوا طيبين، فرحانين بوجودكم معانا، وكل الاخبار اللي بنسمعها عن القناه. يعني احنا بنشكر قداسه البابا لتشجيعه دايما. البابا بيقول ان احنا اهم حاجه تهتموا بفئتين في الشعب، لو اهتمينا بالاطفال والشباب يبقى اهتمينا بالكنيسه كلها. فحقيقي الاول مره تبقى في قناه خاصه للاطفال، دي كانت بتنقص الكنيسه. يعني المجهود اللي اتعمل في القناه دي يعادل المجهود اللي عمله حبيب جيري الزمان في مدارس الاحد. كنت وفي قناة خاصة بالطفل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ده حدث كبير والناس كلها حاسة بيه. يعني بنشكر قداسة البابا لتشجيعه ونيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، طبعا مجهود كبير، هو دايما متابع كل الأحداث ومتابع التكنولوجيا الحديثة، ويسافر بنفسه يجيب كاميرات أحدث حاجة وأحدث تقنية وأحدث ما وصل إليه التكنولوجيا، متابع الموضوع ده. وكانت فكرة جميلة حكاية ان يهتم بقناة خاصة بالطفل، لان الطفل ده هو اساس الكنيسة، هو اللي هي زي ما بيقول كده المثل ان التعليم في الصغر كان نكش على الحجر، فاللي بيتزرع في الطفل مش ممكن يتنسي، حتى لو الاحداث خدت والدنيا خدت بعد كده وتاه شوية حتى بعد الكنيسة، لكن بيقعد الكلام ده والبقى منجود جواه وحافظه وسامعه. فالقناة دخلت كل بيت النهاردة، الأطفال مبسوطين بالموضوع. يعني أنا مرة جاني لسه قريب طفل صغير قاعد يقول لي أنا أسمعك سيدنا، أسمعك جيب نيوت. قاعد قال جيب نيوت بالقبطي، بقول له مين حفظها لك، ده بابا ولا ماما؟ قال لا ده من قناة كوجي حفظتها منها. فحتى البيوت نفسها حست إن القناة أفضل قناة، رغم إن في قنوات تانية بتقدم برامج للأطفال، لكن أفضل قناة شدت الطفل بتاعنا هو قناة كوجي. وبنقدم طبعا المنهج أرثوذكسي مضمون سليم، مطمن له وفرحانين بيه، بينزرع في كل طفل، حتى مدرسين وخدام مدارس الأحد اتعلموا كتير من القناة، بيستفيدوا في وسائل الإيضاح، في ازاي يوصلوا المعلومة للطفل، ازاي يتبسطوا معاه، ازاي يقدمها له بطريقة توصلوا مع الطفل نفسه الصغير دوت، سواء حضانة ابتدائي اعدادي. فحقيقة يعني هي عاملة مجهود كبير وصل لكل بيت. أنا سعيد بالقناة وسعيد بيكم ومجهودكم وتعبكم، وربنا يبارك كده مجهودكم المجد اسمه، وإن شاء الله في زيادة باستمرار. ونتمنى أن في يوم من الأيام تبقى فيه فقرة كده من الأطفال الصعايدة يقدموا فضلة بلهجتهم بأسلوبهم، برضو تبقى مشاركة جميلة، وإن شاء الله كده في زيادة باستمرار، وربنا كده يبارك ودايما في نموه. أعوذكم كل خير وبارك خدمتكم، وأكيد ربنا مش ناسي تعب كل واحد، كل أيا كان تعبه في مجال القناة، حتى لو هو بسيط، حتى لو بينظف المكان، حتى لو بيقدم أي مجهود، ربنا مش بينسى، لأن هو قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. ربنا يبارك خدمتكم ونشكركم لتعبكم. في الحقيقة مبسوطين جدا بوجود قناة كوجي عندنا في بروشيت الأقصر. قناة كوجي ولدت كبيرة بإمكانياتها والإبداعات الجميلة والبرامج الحلوة اللي بتقدمها لأطفالنا.
في الحقيقة مش بس الأطفال هم اللي بيتفرجوا على القناة، إنما كمان الأسرة كلها بقيت على طول قناة كوجي شغالة في البيت على التلفزيون دايما. مجهود جبار رائع، قائمين عليه ناس يعني مبدعين في تقديم الإيمان القبطي، إيمان وعقيدة وطقس وحاجات جميلة قوي بأفكار خلاقة وجديدة وتكنولوجيا كمان حديثة جدا. ربنا يبارك في قداسة البابا تودروس الثاني، وبنشكر كمان سيدنا الأنبا مرقص المسؤول عن القناة وكل العاملين وكل المسؤولين في القناة على مجهودهم الرائع والجميل، وبنشكر سيدنا الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر لاستضافته فريق القناة هنا في الأبرشية. كل سنة وانت طيب يا كوجي، كوجي لكن جوري. قناة كوجي اللي كانت حلم وأكتر من حلم بالنسبة لنا كخدام، لأن هي امتداد حقيقي لعمل الكنيسة ومدارس الأحد في البيوت. في برامج محببة جدا للأطفال، بيحبوا يشوفوها على طول، بيتأثروا بيها دايما. احنا بنحس برد فعلهم في مدارس الأحد من خلال ما هم بيشوفوه بيسمعوه في قناة كوجي، وهم حريصين جدا، واحنا الكبار حريصين جدا احنا بنشوفها، لأن من خلالها احنا بنتعلم طرق تربوية في معاملة الأطفال، ازاي نعاملهم، ازاي نكلمهم، ازاي نوصل لمستوى تفكيرهم. قناة قدمت الكثير والكثير لكل أطفالنا. كل سنة وانتم طيبين وربنا يعوضكم كل خير. أنا بشكر قداسة البابا تودروس الثاني والأنبا مرقص على القناة الجميلة دي. بصراحة هي قدمت حاجات كتيرة يعني، وليها تأثير في الأطفال. سنة وهي طيبة، وأرجو لها مزيد من التطور. أشكر كل القائمين على هذه القناة الجميلة اللي هي بتعلم وبترشد الأطفال من أول ما بيصحوا لغاية ما يناموا عايزين يقعدوا قدامها، وهي فيها تعاليم حلوة خالص، وحتى الكبار بيستفيدوا منها. أنا بشكر قناة كوجي وكل المسؤول عنها، وبشكر كل اللي ليه فضل وإنه تعب في القناة. بشكر قداسة البابا الأنبا مرقص، ونشكر القناة وكل سنة طيب يكون. بشكر كل العاملين فيها، ومن أحسن البرامج اللي بتعجبنا ميرا وأسئلتها الكتيرة وطاطا وبقسماطا، وبنحب نقولها في عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة يا كوجي ومزيد من التطور. أولا أنا بشكر خالص كل اللي تعبوا في القناة، فعلا قناة قدرت توصل يعني للأطفال. أنا شفت ده في الحاجات اللي بيقدروا يبتكروها من خلال القناة. كمان ادتنا إحنا طاقة لينا للخدام، إن إحنا بالهاند ميد وبكل حاجة بنشوفها في القناة بنقدر نطبقها يعني في الخدمة بتاعتنا. شكرا خالص للبابا تودروس، وشكرا خالص للأنبا مرقص وكل اللي تعب في القناة، وكل سنة وانت طيبة يا كوجي. بشكر قداسة البابا تودروس والقائمين عليها ونيافة الأنبا مرقص على القناة الممتعة وعلى البرامج. كل سنة وانت طيبة يا كوجي. كوجي لكن جوري.